فرس النهر حيوان إفريقي عاشب وأحد أنواع فصيلة البرناقيات، والنوع الآخر هو فرس النهر القزم. أقاربهم الحيتانيات مثل الحيتان والدلافين وخنازير البحر، والتي انفصلوا عن أفراس النهر منذ 55 مليون عام. وأفراس النهر تستوطن المستنقعات والأنهار في إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى في الكونغو وأوغندا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا والصومال والسودان، وغربا حتى غاميبيا، وجنوبا حتى جنوب أفريقيا. وامتد موطن أفراس النهر الإفريقية سابقا حتى جنوب الشام منذ أقل من 3000 عام. وبالرقم من أن أفراس النهر موطنها ينحصر على إفريقيا، إلا أنها في أزمان غابرة وحتى أواخر العصر الجليدي إلى 300 ألف سنة مضت، كانت تنتشر أفراس النهر في إفريقيا من جنوبها حتى شمالها وأوروبا مرورا بغرب آسيا، وكانت متواجدة في مجرى نهر النيل حتى مصبه في مصر، حتى تبقت قلة تعيش على طول فرع دمياط إبان الفتح العربي الإسلامي، إلا أنها انقرضت تماما من مصر الآن. وأفراس النهر ثالث أكبر الحيوانات البرية بعد الفيل ووحيد القرن، بل وتزاحم وحيد القرن على المرتبة الثانية، حيث يبلغ متوسط وزن أفراس النهر 1500 كيلوغرام للذكور و1300 كيلوغرام للإناث. وبرغم من ثقل وزنها وجسمها الممتلئ، إلا أن أفراس النهر تستطيع الجري بسرعة 30 كيلومتر في الساعة لمسافة قصيرة. وجلد أفراس النهر يفرز مادة طبيعية وقية من الشمس ذات لون أحمر تسمى بالعرق الدامي، وهذه المادة ليست عرقا ولا دما، وتكون هذه الإفرازات عديمة اللون أولا، ثم تتحول إلى اللون البرتقالي المضروب بالحمرة، ثم إلى اللون البني في النهاية. وهذه الإفرازات عبارة عن مركبات حمضية تمنع نمو البكتيريا على الجلد وتقي الجلد من أشعة الشمس. وأعمار أفراس النهر في البرية تتراوح بين 40 إلى 50 عام، وتتعرض أفراس النهر إلى خطر تناقص أعدادها في البرية بسبب فقدان بيئتها الطبيعية، وبسبب ازدهار النشاط البشري من زراعة ورعي، وبسبب الصيد من أجل لحومها وأنيابها العاجية التي تصل إلى 50 سنتي. بعد تناقص أعداد الفيلة البرية التي كانت موردا هاما للعاج، والذي أصبح سلعة رائجة في سوق التحف عالميا وفي الصين التي تقدر العاج في ثقافتها. وأعداد أفراس النهر في البرية تتراوح بين 125 ألف إلى 150 ألف رأس. تمتلك زامبيا النصيب الأكبر بعدد يقدر ب 40 ألف رأس، وتأتي تنزانيا في المرتبة الثانية بعدد تتراوح بين 20 إلى 30 ألف رأس. واستوطنت أفراس النهر العالم الجديد على يد تاجر المخدرات الشهير بابلو أسكوبار، الذي استورد عام 1980 أربع رؤوس من أفراس النهر. وبعد مقتله على يد أفراد الشرطة هربت واستوطنت المنطقة المحيطة، وقدر عددها ب 16 رأس، إلا أن بعض المصادر تضاعف هذا العدد. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد قدم النائب روبرت بروساد مشروع عام 1910 لإطلاق أفراس النهر في خليج لويزيانا للقضاء على النباتات الغازية وللحومها، ولكن المشروع فشل وتوقف الحديث عنه. وأفراس النهر حيوانات عاشبة كلية، ولا تخطط على اللحوم إلا في حالات شاذة أو لضرر ما أصاب نظامها الغذائي، وذلك لأن معدتها غير مهيئة لهضم اللحوم. ويستطيع فرس النهر البالغ أن يستهلك من 60 إلى 70 كيلوغرام من الأعشاب في الليل. وتقضي أفراس النهر 16 ساعة يوميا في الماء، وتستطيع الغوص والمشي والنوم داخل الماء، وتطفو على السطح كل 3 إلى 5 دقائق، وتتحرك داخل الماء بسرعة 8 كيلو متر في الساعة. أعدائها في البرية التماسيح والضباع والأسود، إلا أن التماسيح والضباع تستطيع أن تفترس صغار أفراس النهر أو المريضة منها فقط، ومجموعة من الأسود تستطيع افتراس أنثى فرس نهر أو ذكر شاب، ولكن قطعان أفراس النهر متهيئة دائما ومتأهبة لحماية وحراسة صغارها. وتصل إناث أفراس النهر البلوغ الجنسي من عمر 5 إلى 6 سنوات، وفترة الحمل حوالي 8 أشهر، ويصل الذكور للنضج الجنسي عند 7 سنوات ونصف. وذروة الحمل تكون في نهاية موسم الأمطار بالصيف، وذروة المواليد تكون أواخر الشتاء، ويحدث التزاوج في الماء، والولادة تحدث في الماء أيضا. وتركت لنا أبحاث العلماء إرثا عظيما حول سلوكيات الحيوانات مثل أفراس النهر، حيث أن الذكر القوي هو الذكر المسيطر، وتتقاتل الذكور على الإناث، وتقوم الذكور أثناء القتال بالتبرز وإدارة ذيولها لنشر البراز لتحديد أماكن النفوذ، ثم تستخدم أنيابها الطويلة في القتال، وعندما يشعر المنهزم بأنه لا محالة للفوز ينسحب ويتوقف المنتصر. وأفراس النهر حيوانات غير اجتماعية، والرابطة القوية الوحيدة بين أفراس النهر تكون بين الإناث وصغارها، إلا أنه لوحظ أنه عندما يموت أحد أفراد القطيع يتجمع حوله بعض أفراد القطيع مانعين محاولات التماسيح لسحب الجثة داخل الماء للتغذى عليها، وذلك لفترة ما، وهذا السلوك قد يفهم منه إدراكهم للموت أو الفقدان. ويسمى فرس النهر في مصر بسيد قشطة، حيث أن أول حيوان تم عرضه في حديقة حيوان الجيزة كان متزامنا مع عرض فيلم سيد قشطة لبرنس السينما المصرية عادل أدهم. ولكن ليس هذا هو الارتباط الوحيد بين المصريين وأفراس النهر، حيث أن المصريين القدماء جسدوا الرب تورت على هيئة أنثى فرس نهر، وكانت رمز للحماية والولادة والأمومة، وهذا بسبب قيام إناث أفراس النهر بحماية صغارها بشراسة. أتمنى أن تستمتعوا بالمقطع، ولا تحرمونا من المشاركة والإعجاب، وأترككم مع باقي المقطع.